وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مخلوف بمجلة آخر ساعة. أستاذ محمد، يعني كيف رأيت انطلاق هذه النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم على الأراضي المصرية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بضيوفنا من مختلف أنحاء العالم وفي بلدهم الثاني مصر وعلى أرض السلام بمدينة شرم الشيخ. يعني حضرتك، انعقاد النسخة الرابعة لمنتدى الشباب في مصر يؤكد أن أرض مصر هي نقطة تلاقي الحضارات، وده بيبعت رسالة إلى كل شعوب العالم المحبة للسلام والتي تعلي من قيم الإنسانية أنه لا فرق بين عرق أو لون أو دين، فكل الحضور سفراء للتنمية ولنبذ التطرف والعنف. يعني عايز أؤكد لحضرتك أنه لولا وجود إرادة سياسية غير مسبوقة لدعم وتمكين الشباب من قبل راعي الشباب والقائد الحكيم الرئيس السيسي ما استمر هذا المنتدى في تحقيق النجاحات في مختلف نسخه. يعني فشباب مصر يعيشون عصرهم الذهبي في عهد دولة 30 يونيو، فهم أيقونة الجمهورية الجديدة. يعني انعقاد المنتدى على أرض مصر يبعث بالعديد من الرسائل، وأهمها رسالة المحبة والسلام والأمن لمختلف أنحاء العالم. نعم، عايز يعني لو رجعنا واتكلمنا عن النسخ الثلاثة اللي اتعملوا قبل كده للمنتدى، فاحنا بنشير ان البداية او ضربة البداية كانت يوم 25 ابريل عام 2017 لما عرض شباب البرنامج الرئاسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالاسماعيلية مبادرة لاجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلن دعوته لجميع الشباب من مختلف دول العالم ليعبروا عن أرائهم ورؤاهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع. وكان انطلاق النسخة الأولى من المنتدى في نوفمبر 2017، وشارك فيها حضرتك يعني نحو 3000 شاب وشابة من 113 دولة، وضم أكثر من 40 جلسة حوارية. نعم، يمكن دي كانت النسخة الأولى. لو اتكلمنا عن النسخة الثانية، انعقدت في نوفمبر 2018، وشارك فيها أكثر من 5000 من شباب العالم بمختلف الثقافات ممثلين ل 160 دولة، وناقشوا يعني 18 قضية من خلال 30 جلسة. بنتكلم النسخة الثالثة تم انعقادها في ديسمبر 2019، وتضمنت الجلسات مناقشة لقضايا دولية رئيسية تشمل التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين وأثر التغيرات المناخية على الإنسانية. لو جينا نتكلم عن النسخة الرابعة، فدي كان فيها التحدي الأكبر، لأن كان إطلاقها كان في عزيمة وإصرار على إطلاقها من إدارة المنتدى بالتعاون مع الدولة وأجهزتها المختلفة ومؤسساتها لاستقبال هذا الحدث العالمي وتنظيمه على أرض مصر. وطبعا بحركة يعني عايز أقول لحركة أنا لمست ده بنفسي، المجهود الكبير اللي تم من إدارة المنتدى بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتظهر مصر بصورة تليق بها ومشرفة أمام العالم أجمع من خلال وجودي حاليا ومشاركتي في المنتدى في شرم الشيخ. يعني الحفل الافتتاحي دائما ما اعتدنا أن يكون هناك تفاعل ما بين الشباب الحاضرين من كافة دول العالم، رفع الأعلام المختلفة لهذه الدول التي جاء سفراءها إلى الأراضي المصرية، أو فيما يخص أيضا تناول وسائل الإعلام العالمية والإقليمية لهذا الحدث إلهام وليس فقط وسائل الإعلام المحلية. كيف ترى هذا التناول من خلال صورة مصرية تخرج إلى العالم أجمع من خلال هذه الفعالية؟ يعني عايز أقول لحضرتك مختلف الوسائل والوكالات العالم تشيد بهذا الحدث العالمي الذي يتم على أرض مصر من خلال سواء كان عمليات التنظيم، سواء كان الفعاليات الموجودة في المنتدى، سواء ورش العمل والجلسات التي تتم، سواء كانت التحضيرية أو التي سيتم يعني عملها خلال أيام انعقاد المنتدى من 10 ل 13. كل ده كان في محل إشادة دولية وعالمية بالمنتدى وبعمليات التنظيم. حضرتك شفنا تقنيات جديدة في النسخة دي غير مسبوقة، العالم كله بيتكلم عنها. يعني ابرز التقنيات دي اتاحت الفرصه لمشاركه الجميع من يعني من لم يتمكن من الحضور، وده من خلال اطلاق اداره المنتدى لمنصه تفاعليه للمشاركه في فعاليات المنتدى عن بعد. هدف المنصه دي اتاحت الفرصه للجميع المهتمين بمتابعه جميع فعاليات وانشطه المنتدى. كمان حضرتك شفنا لاول مره وجود روبوت متطور لتعقيم القاعات
ولقياس درجات الحرارة للمشاركين. ده غير عايز أقول لحضرتك أنه توزع على الحضور أدوات تعقيم، كمان شفت أن كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات وسائل الانتقال بالمنتدى بتتميز بأنها ذاتية التعقيم، وده بيمنع انتقال العدوى في حالة ظهور أي إصابة. يعني كمان حضرتك الحضور تم تقسيم المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسي للمنتدى حرصا على سلامة كل ضيوف مصر. نعم، إذا هي رسائل وصورة عن مصر دائما ما اعتدناها في مثل هذه النسخ وهذا الحدث الهام الذي ينطلق بمشاركة شباب العالم أجمع في منتدى شباب العالم. أيضا هناك الكثير والكثير من الأفكار الإبداعية التي ستخرج بها توصيات ربما من على لسان شباب، من تفاعل واضح دائما ما بين صناع القرار والفاعلين ورؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول المختلفة مثل هذه الفاعلية. لكن دعني أتحدث عن جزئية الإبداع والفن في هذا المنتدى ومسرح شباب العالم. أستاذ محمد، إبداع والفن ليه دور كبير في مختلف الثقافات، وده كانت إدارة المنتدى حريصة على أن يكون في مسرح شبابي بيمثل مختلف الثقافات وبيستضيف شباب من مختلف أنحاء العالم بيتكلموا عن ثقافاتهم والموجود عندهم في بيئاتهم المختلفة. الفن حضرتك عارفة من أهم القوى الناعمة اللي بتحرص سواء مختلف دول أنحاء العالم بتحرص عليها. يعني عايز أقول لحضرتك الفن ليه دور كبير ومهم جدا، وشفنا العديد من الأعمال المختلفة اللي بتعكس الجهود الدول من خلال الأعمال الفنية والدرامية. شفنا أجزاء النهاردة في الجلسة الافتتاحية أمام السيد الرئيس في بعض العروض الفنيه بتتكلم عن سواء الاجراءات الوقائيه، سواء التعامل مع بقى الاجراءات اللي تم اتخاذها ما بعد جائحه كورونا. فطبعا الفن ليه دور كبير ومؤثر، وهناك اهتمام ورؤيه من القياده السياسيه المصريه بالاهتمام بهذا الفن. نعم، التغيرات المناخيه واستضافت مصر لقمه المناخ في مدينه شرم الشيخ، ايضا مدينه السلام في نهايه عام 2022. كيف تتحدث من خلال هذه الفعالية العالمية عن ربما خطوات فاعلة تقوم بها الدولة المصرية لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة فيما يعني يصيب أو يطال الدول الإفريقية تحديدا؟ يعني حضرتك التغيرات المناخية الدولة المصرية أولت اهتمام كبير بهذا الملف، وكان هناك العديد من التوصيات، ويمكن ده هيكون محل احدى الجلسات الهامه في والموضوعات اللي هيتم مناقشتها من الشباب المشاركين في المنتدى في احدى الجلسات. وان شاء الله هتخرج هذه الجلسه بتوصيات سيتم ادراجها في ضمن التوصيات الرئيسيه والهامه من التوصيات اللي هيخرج بها المنتدى في نسختها الرابعه. نعم، أشكرك جزيل الشكر. عبر الهاتف كنت معي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مخلوف بمجلة آخر ساعة.